قطاع الزراعة من أهم القطاعات اللي بتوفر فرص عمل في الأردن، ولتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال أصدرت وزارة العمل نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021، حتى صاحب العمل والعمال يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. إذا عدد العمال في مكان العمل 3 أو أقل، صاحب العمل غير ملزم بأنه يشركهم في الضمان الاجتماعي، لكن بتضل حقوقهم مضمونة حسب قانون العمل الأردني. أما إذا عدد العمال أكثر من 3، بيكون الاشتراك بالضمان الاجتماعي إلزامي. 48 ساعة في الأسبوع هو الحد الأقصى لساعات العمل، موزعة على 6 أيام، يعني 8 ساعات في اليوم، والأجر ما لازم يقل عن الحد الأدنى للأجور، ومنستلمه خلال 7 أيام من تاريخ استحقاقه. وفي حال انطلب منكم العمل لساعات إضافية، فلازم يكون بموافقتكم وبأجر إضافي وما يزيد عن 11 ساعة في اليوم. وما تنسوا إنه إلكم يوم عطلة في الأسبوع، وممكن بالاتفاق مع صاحب العمل تجمعوا هاي العطل وتاخدوها خلال الشهر. وإذا اشتغلتوا أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية أو الأعياد الدينية، بيكون الأجر مرة ونص أكثر من الأجر المعتاد. أما بالنسبة للإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة، بتطبق عليها نص قانون العمل الأردني. عزيزي صاحب العمل، إذا بيشتغل عندك 20 عامل أو أكثر، لازم تعمل نظام داخلي وتصادقه من وزارة العمل، اللي بيوضح أوقات الدوام وفترات الراحة والعطل والإجازات ومخالفات العمل والجزاءات وكيفية الفصل. وهذا النظام بيوضح شروط العمل وبيضمن حقك وحق العامل. في حال وجود شرط بالعقد أو كانت طبيعة العمل بتتطلب المبيت، لازم تهيئ سكن ومرافق مناسبة وتوفر المتطلبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وعلى نفقتك. غير مسموح تشغيل الأطفال اللي عمرهم أقل من 16 سنة، أما اللي عمرهم بين 16 و18 سنة فيمكن تشغيلهم بشرط حمايتهم من المخاطر مثل المبيدات أو الأسمدة وغيرها، وما نشغلهم بعمل مرهق أو مضر لصحتهم. دوامهم لازم يكون بين الساعة 6 الصبح والثمانية المساء، وما تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات باليوم، وتعطيهم ساعة استراحة بعد 4 ساعات عمل متواصلة. وما بيصير تشغلهم بالعطل الأسبوعية أو الرسمية أو الأعياد الدينية، حتى نحافظ على صحتهم البدنية والنفسية وحياتهم الاجتماعية.